بعد، مع السلامة. ومن هنا بديت. بدايتي كانت يوم كنت في ثاني متوسط تقريبا، وقتها كان جيني هجمات تعليق كثير على سوني. وقتها بديت اتساءل كيف كانوا يسوون علي هالهجمات هذه، ومن وقتها بدا شغف. في اكاديمية طويق خذيت العديد من الدورات والمعسكرات، دورات ساعدتني كثير بموضوع اللمس السبراني، وبرضه تعلمت جوانب اخرى تقنيه سواء ذكاء اصطناعي، تصنيع رقمي، برمجه، تعلمت كثير من الاكاديمية. أهم شيء اللي شدتني بأكاديمية طويق، أولاً البيئة الفعالة الموجودة، جميع الطلاب معك شغوفين بالتعلم، ثانياً المدربين كلهم كفاءات والمحتوى مميز فيها. برضو من أبرز الأشياء عندهم طويق توك، طويق توك في كل أسبوع يوم الأربعاء يجيبون متحدث خبير في موضوع تقني معين ويشرح عنه، فدائماً يوسع مداركك في جميع المواضيع التقنية سواء كنت مهتم أو لا. أول هجمة تعرفت عليها اللي هي كانت الديدوس، تعرفت عليها يمكن تلعب بلاي ستيشن، كان جيني كثير. بداية تعلمت كيف أسويها، صح كان شيء سيء، لكن بعد ما تعلمت أكثر وأكثر عرفت كيف أقدر أدافع وأحمي شبكاتي وجهزتي. واليوم أنا في معسكر البايثون مستمر في تطوير مهاراتي حتى أوصل مبتغاي بإذن الله.